الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. طقس الغد غائما جزئيا ومغبر قليلا احيانا على بعض المناطق، وتنشط الرياح الشماليه الغربيه في عمق الخليج العربي غربا بعد الظهر، وتزداد السحب ليلا وصباح الثلاثاء على الجزر وبعض المناطق الساحليه، وقد تسقط منها بعض الامطار. والبحر متوسط الموج في الخليج العربي يصبح مضطرب بعد الظهر والمساء وخفيف إلى متوسط في بحر عمان، يضطرب مع آخر الليل.